لن أتعلم الرقص أبداً. ليس بهذا السلوك يا سيدي. أولاً يجب عليك أن تؤمن بنفسك و حرك الأقدام وسترقص بانسجام. لا تنسى كتفيك وفقط، داع الموسيقى تؤثر عليك. هيا حرك اليدين ولا تنسى أصابع القدمين، فقط عليك التصديق وبعض المساعدة من صديق. أنت راقص ماهر. صحيح؟ صحيح، راقص ماهر. سوف تطير، سوف تطير. هاي، أظن أنني بدأت أفهم. انقر شاشتك لمقاطع أكثر، واربط ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.